للمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس خلال الأيام القليلة القادمة، احنا منورنا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معانا. صباح الفل يا استاذ كريم، استاذ نهاوند، صباح الخير عليكم وسلام على كل جمهور النادي الاهلي. صباح الخير يا دكتور. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا اللي جاي ان شاء الله هيكون عامل ازاي على صعيد درجات الحراره وعلى صعيد حاله الطقس، لان احنا الكام يوم اللي فاتوا كان في تذبذب وفي انخفاض نسبيا ملحوظ بالنسبه لناس كتير حتى بالنهار امبارح واول امبارح، فيا ترى هيكون في مزيد من الانخفاض الفتره الجايه ولا الوضع هيبقى عامل ازاي؟ هو بالفعل زي ما حضرتك ذكرت استاذ كريم، ان بعد ارتفاعات درجات الحراره اللي شفناها مع بدايه الاسبوع اللي وصلت ل 33 درجه مئويه على القاهره، الانخفاضات واضحه في درجات الحراره خلال فترات النهار عن 10 درجات مئويه عن هذه الموجه الحاره، بالاضافه الى ان بنستشعر بالانخفاض اكثر في فترات الليل مساء او في الصبح بدري واحنا خارجين، بنلاقي درجات الحراره بالفعل الطقس يعتبر عوده مره اخرى الى الاجواء الشتويه، لأن فعلا الشتاء لسه لم ينتهي بعد، المفروض ينتهي رسميا 20 مارس بإذن الله وبداية فصل الربيع 21 مارس، كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. خلال هذا الأسبوع هتتراوح درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد ما بين 21 و22 درجة، ممكن القاهرة ترتفع فيها درجة الحرارة ولو ارتفاع طفيف يوم الجمعة والسبت تصل إلى 24 و25 درجة مئوية، لكن ان شاء الله هيكون في عوده الى انخفاض درجات الحراره مره اخرى بدايه من يوم الاحد القادم، مع فرص سقوط امطار مره اخرى، يعني هنبدا نشوف امطار تاني سواء على السواحل الشماليه او الوجه البحري والقاهره، هتبدا الامطار بدايه طبعا بالسواحل الشماليه ثم تصل الى القاهره مع منتصف الاسبوع القادم، يعني هنلاقي الاجواء الشتويه بتعود مره اخرى، لكن طبعا مش هتكون في انخفاضات شديده زي اللي كنا بنشوفها في منتصف فصل. بس بيخيل لي يعني طبقا حتى للتوقيتات اللي حضرتك تفضلت بيها ان شاء الله وكل سنه وحضرتك طيب ومشاهدينا طيبين وبخير، مع بدايه الشهر الفضيل مع بدايه شهر رمضان ان شاء الله هتكون خلاص بقى ما فيش انخفاضات ثانيه، هتكون دخلنا في الاجواء الربيعيه مش كده برضو؟ باذن الله ان شاء الله هتكون بدايه رسميه لفصل الربيع، طبعا هي بدايه الربيع بتكون الاجواء جميله ومعتدله بشكل كبير ان شاء الله. بس في كذا ربيع عدى علينا قبل كده يا دكتور محمود كان درجات الحراره فيه اعلى بكتير من الصيف. لا بدايات الربيع، انا بقول بدايات الربيع يعني اعلى درجه حراره بتتسجل في فصل الربيع. هو في كلاكس تخلل الحوار ولا انا تهيؤات عندي انا ولا ايه اللي بيحصل ولا السماعه عندي فيها حاجه؟ دكتور محمود حضرتك معانا يا فندم صح؟ حضرتك معلش انا مش عارف حضرتك سمعت الصوت ده برضو ولا لا، كان في صوت كده في النص، عفوا للمقاطعه، اتفضل يا فندم. اعلى درجه حراره حضرتك بتكون فعلا في فصل الربيع في جمهوريه مصر العربيه. ايوه. لكن ان شاء الله بدايات فصل الربيع ان شاء الله بتكون الاجواء فيها معتدله بشكل جميل. تمام. احنا شاكرين لحضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين، طبعا كالعاده بنسعد بمشاركه حضرتك معانا وفرصه نعرف اللي جاي على صعيد الطقس الدنيا هتكون عامله ازاي.